السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه رهيبه جدا. هاتي بقى كده معاكي ربع البانيه ب 40 جنيه، وهتلاقيه يا دوب 4 حتت بالمنظر ده كده، 3 ادي 4، وايه ودي يعني انا اللي مسلكاها لان كان فيها حته عظمه. ادي ايه 5 حتت كده، الربع البانيه عامل 40 جنيه، يعني الحته واقفه عليكي بكام؟ يعني قولي اقل من 10 جنيه الشريحه الواحده للفرد. بصي بقى اللي هي دي كده، او دي او دي. عامة نعمل ايه بقى؟ لازم نعمل حفلة بقى عليها، ان احنا مش هنجيبها كل يوم دلوقتي. هعمل ايه؟ هجيب بقى معايا شوية كده من المستردة، سنة بسيطة جدا من المستردة، وعليها سنة بسيطة من الفلفل الاسمر طبعا، ولا احط عليها بصل بقى ولا ثوم ولا الكلام الفاضي ده، مش هحط عليها حاجات من دي. انت حابة تحطي بقى تمام، مفيش مشكلة، بس انا مش هعملها كده، يعني انا هدعك التوابل دي فيها وبس. بعد بقى ما دعكت معايا الفراخ بالشكل ده، سيبها بقى في الثلاجه. انا يا جماعه قلت ايه؟ قلت بدل ما احط بصلايه، يعني مش عايزه ازود الميزانيه اكتر من كده، فكان عندي مستردة جايباها بقى لها، يعني هي لسه ما بقتش اكسباير، فايه فقلت هحط معلقه كده من المستردة هتديها طعم، مع سنه كده من الفلفل الاسمر، لان طبعا التوابل ما شاء الله ضربت هي كمان، فايه هتديني طعم حلو جدا. نشيلها بقى كده معانا عشان ايه يعني تاخد وتدي كده مع بعضها. دلوقتي بقى معايا كده ايه، حله على النار حطيت فيها شويه من الزيت من السمنه، وهنزل عليها كده بمعلقه من الكركم، واديله ايه تقليبه كده خفيفه معايا، وعلى معلقه الكركم بقى لو عندك شويه بابريكا هيكون جميل جدا. وبعد كده هعمل ايه بقى؟ هجيب الرز بتاعي يكون مغسول طبعا ومتصفي، وهمسك كده ايه اشوح فيه. اهو كده اشوح فيه بقى، اشوح الاكل بقى كده، اشوح الرز مع الكلام ده كله. لو عندك بقى معلقه صلصه تحطيها هتكون جميله جدا برضو. هنزل بقى بشويه كده من الميه السخنه او ميه من الحنفيه عادي زي ما تحبي. اهو شايفه بقى ازاي نقلب كده عشان ايه ناخد كله يتشوح معايا بنفس الدرجه. طبعا عندي بقى البهارات بتاعتي والتوابل، انا هحط رشه كده من الفلفل الاسمر سنه بسيطه، انا بحب ان انا ايه ابهره، رشه كمان من الملح على قد تمليحه بقى ايه الاكله بالكامل. بس قبلها هنزل بالميه، بسم الله. كميه الميه دي كده كفايه للطبق كله. ودلوقتي بقى هحط كده رشة الملح معايا وهغطي عليه وهسيبه بقى لحد ما ايه ما يتشرب، وبعد كده نهدي ونوطي. كمان بقى عملت ايه؟ جبت معايا بهارات فيجيتار، دي بقى فيجيتار بارد مش حار. انا بقى ما حطيتش ملح ليه؟ لان الفيجيتار ده بيكون حادق، مش حادق هو بيديك درجة الملوحة اللي انت محتاجاها، فمش محتاج ان انت بقى ايه تضيفي ملح تاني هيطلع معاكي حادق. هاخد بقى معايا الجوانتي كده بالشكل ده، بس كده ايه. وكمان بقى هجيب معايا بوله كده واحط فيها الكلام اللي هتشوفوه دلوقتي ده، الجريمه اللي هتشوفوها دلوقتي دي. بصوا بقى، يلا فرقعنا الدنيا ببعض. بروح عامله ايه بقى؟ هروح جايبه بقى معايا بيضه كنت مخبياها بقى لها قرنين، من اخر كرتونه بيض كنت شارياها. فيعني بصوا الفيديو ده يا جماعه فيديو بدايه الشهر، تصرفي مصروفك كله اول الشهر، تقعدي طول الشهر تغني ظلمه، هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله. بعد كده بقى هزودها سنه ميه، طبعا مش هحط ملح لان كده كده الفيجيتار كويس تمريحته كويسه، وسنه فلفل اسمر، كترت الفلفل كترته. وبعد كده الايه هضربهم مع بعض. على فكره يا جماعه والله انا بهزر، يعني الموضوع الحمد لله ربنا، يعني مهما كان ربنا ساترنا وكده، بس يعني ايه انا بهزر معاكم شويه.
هي اه البيضة دلوقتي بقت ب4 جنيه، بس يعني تمام مفيش مشكلة. واقول لكم على سر، عندي واحدة كمان. طبعا انا بهزر معاكم. بتاع ده، هي دلوقتي الكرتونة عندنا هنا بتتباع ب105، فيعني ايه، لا شغال. مش هنتكلم ايه عن على السعر لانه كومنت بصراحة يعني، بس احنا خلينا في الوصفة بتاعتنا. جبت معايا بقى الفيجيتار والبيض. بس يا جماعة لحظة تاريخية زي دي لازم تتسجل. وهجيب بقى معايا كده ايه البانيه زي ما انت شايفة، وهنزل بيه كده معايا هنا. وبعد بقى ما هحطه كده اهو، بروح نازلة بيه بقى. ها الولاد مش ساكتين. وبعدين هروح نازلة بيه بقى كده ايه في ال، يعني المفروض كنت كبرتها شوية، يا دوب على قد البيض عشان نحس كده ان احنا ايه عاملين بيض يعني فيها. المهم والله يا جماعه الكلام ده كله يعني عشان ضحككم بس، وخليكم تفكوا شويه، لان الايام دي خلاص يعني الطبخ ملوش اي 30 لازمه. احنا كده كده ما بنطبخش قد كده يعني، مش قاعدين ليل ونهار على الطبخ. فايه، فقلت يعني نخلي الفيديوهات فكاهيه شويه، بدل ما احنا ايه مقضينها بقى تراجيدي بقى والجو ده، لا نخليها فكاهيه شويه. اضغطي بقى كده عليها اهي كده. تخيلي بقى انت دي لو رحت اشتريتيها جاهزه هتجيبيها بكام. يعني انا النهارده بشوف مثلا الريزو عشان اعمله في البيت عشان اشتريه جاهز من مكان كده مشهور، لقيته ب 88 جنيه. طب ليه نجيبه جاهز؟ طب ما احنا نعمله في البيت، هو بتاع البيت اشتكى، وعليه 3 شرايح كمان من البانيه وكل سلو. طب انا دلوقتي عملت ايه بقى؟ انا كان عندي الرز، بصي بقى الشريحه بقت قد ايه بقى. زي ما انتم شايفين خلصنا كده مع بعض ايه البانيه. عايزه اقول لك بقى، بصي انا هصفر دلوقتي الميزانه على ايه، على الطبق. هاخد طبق كده واصفر بيه الميزانه، وهوريكم كده هيطلع قد ايه الكميه اللي انا عملتها. او من غير ما اصفر الميزانه احط بس حاجه كده اهو، ونشوف بقى ايه نحط فيه بقى كل البانيه اهو. بسم الله. ونشوف بقى الكميه اللي احنا عملناها من البانيه طلعت قد ايه اهو. شوفي بقى انت لو اشتريتي الكلام ده من بره جاهز هتشتري بكام اهو. بصي الربع كيلو معدي النص كيلو اهو، شايفين بقى ازاي؟ يعني في حدود كام، 600 جرام من ربع كيلو بانيه، تقدري تضاعفي الكميه بتاعته بطريقه بسيطه جدا. زي ما شفتي كده ان احنا ايه بنعملوه مره ونرجعوه تاني في البيض والبقسماط، فبيطلع ايه الكميه مضاعفه بقى. هتشوفي لو انت بقى هتشيليه بقى في الفليزر، تقدري تشيليه وهو متبل وجاهز معاكي كده. تقدري كمان ان انت تعملي ايه بقى، تطلعيه بقى فينجرز بقى والكلام ده، وتعملي منه برضو الصوابع وتشيليها. لو انت يعني ايه، لو شايفه الحاله معاكي مش قد كده اعملي كده، على الاقل هتفضلي تاكلي كل يوم كل يوم بانيه بربع واحد بس. اسيبه بقى كده ياخد معايا لون على اول ناحيه، ونقلب الناحيه التانية. هو كده كده بيستوي معايا في ثواني، الفراخ بتستوي معايا بسرعه. دلوقتي بقى زي ما انت شايفه كده خلاص خلصنا الرز مع بعض، وعملنا كمان الكول سلو، وكمان عملنا البانيه. فكده بقى بدل ما هتجيبي طبق مثلا رز لوحده ب 80 جنيه ومعاه واحده مثلا من دي او من دي تتقسم لك على 200، لا انت تجيبي بقى ايه تعملي بقى كميه كبيره. عملت بقى يعني مش البوله دي، انا عامله بوله كبيره خالص، وعملت طبعا حله كامله من الرز، وعملت الكلام ده كله يا جماعه، وكلفني 60 جنيه بدل ما اروح اجيب طبق واحد ب 88 جنيه. بتمنى الفيديو بقى يعجبكم وتجربوه، لايكات كتير وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر لو عجبتكم الفكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.